رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه؟ الا من ظلم معاهدا. خلي بالك عشان ما حدش يقول لك ايه ده الاسلام بيضطهد حد. ده الاسلام يا اخوانا والله هو الدين الذي ختم الله به الاديان، ختم به الرسالات. ده الاسلام ده منهج ربنا ارتضاه للبشريه، دخل فيه من دخل وصد عنه من صد. خلي بالك لما نقول تشريع ربنا يعني يستوعب الجميع، المسلمين والمسيحيين واليهود والشيوعيين والبوذيين. واسألوا التاريخ يا اخوانا، الفتوحات الإسلامية من الذي أنقذ الناس البشرية من اضطهاد الفرس والروم؟ أليس هو الإسلام يا اخوانا؟ سبحان الله. فتقرأوا التاريخ، اسألوا التاريخ يس فيه العبر. ظل قوم ليس يدرون الخبر. الجماعة ده ما قرأوش خالص والله، مش عارفين حاجة خالص. أهم حاجة المصلحة فوق كل شيء حتى فوق الثوابت. مش عايزين كده. الراجل اللي بيع ما ينفعناش خالص، بتخالف ضميرك قبل ما تبقى مسؤول. فده أمانة يا أخي، وأنت مسؤول عن الفرد، عن نفسك، عن بنتك. لا ده 85 مليون، عايزين نشوفك صادق، عايزين نثق في كلامك. ما ينفعش كده. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إيه؟ من ظلم معاهدا. خلي بالك اللي هو إيه؟ الذمي اللي هو غير مسلم يعني، خلاص داخل الدولة الإسلامية. من ظلم معاهدا أو انتقص يعني خد حاجة من حقه. خلي بالك عشان ما حدش يقول لنا أموال غير المسلمين حلال أو أموال اليهود مباحة. لا، ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو حمله فوق طاقته أو أخذ شيئا منه بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. مين ده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليست هذه سماحة الإسلام؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما عذب وعوذي داخل مكة، ثم بعد ذلك هاجر من مكة إلى المدينة، ويوم أن فتح النبي مكة ماذا حدث؟ جاء المشركون أمامه، وقفوا ساكتين صامدين خائفين مرجفين، لأنهم ارتكبوا الجرائم، ارتكبوا جرائم في حق الإنسانية، ضد الإنسانية في المسلمين. ماذا فعل بهم رسول الله؟ هل تشفى؟ هل أمر بقتلهم قتلا جماعيا؟ هل أمر بدفنهم أحياء؟ هل تشفى بهم؟ هل اعتقلهم صلى الله عليه وسلم؟ وكان بإمكانه أن يفعل بهم ما يشاء، كان بإمكانه، لكنه ماذا قال لهم؟ ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. أليست هذه سماحة يا هذا؟ أليست هذه سماحة يا هؤلاء؟ يا أيها المحللون السياسيون والاقتصاديون يقولون ده القنوات الإعلامية، أقسم بربي والله لقد أوجعتنا وأسقمتنا وتعبتنا، والله لقد أوجعتنا. يأتون بضيف من فريق كذا وضيف من فريق كذا، ومباراة ساكنة، اتهامات وشتائم وخوض وغير ذلك. لماذا؟ والغاية تبرر الوسيلة، مبدأ ليس من الإسلام. مش كده وبس، تعالوا بقى نشوف النبي عليه الصلاة والسلام لما راح من مكة لما راح المدينة، وجد إن فيها أكثر من فئة، اليهود وثلاث فرق، المشركين والمسلمين، أوس وخزرج والمهاجرين. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخى بين المسلمين، بين المهاجرين والأنصار، فجعلهم جسدا واحد. وهذا عمل سياسي. خلي بالك ده بيرد على الجماعة ويقول لك السياسة حاجة والدين حاجة تانية. ما ينفعش. يعني ايه كلام الدين؟ السياسة حاجة والدين حاجة؟ لا دين مع السياسة ولا دين ولا سياسة مع الدين. يعني بيقولوا لنا كده بالنص الواضح ان ربنا عز وجل ليه اختصاصات ولنا اختصاصات. اختصاصات الله عز وجل يكفيها انه خلق الانسان، وتتعلق اختصاصات الله بالانسان حالة كونه ساجدا راكعا مصليا صائما، واختصاصاتهم تتعلق بالانسان حالة كونه في المعمل في الشارع في البيع في الشراء. بيقسموا صلاحيات يا اخوانا. كفاية عليك ده واحنا لنا الباقي، احنا رقبتنا سدادة، انت لك دور واحنا لنا دور. لا اله الا الله، ما ينفعش. النبي عليه الصلاة والسلام اخى بين مهاجرين وانصار، ده عمل سياسي حكيم من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ايه تاني؟ عمل وسط المدينة امن فيها اليهود على معابدهم على اموالهم. بمقتضى هذه الوثيقة عشان اقول لك ايه؟ ده الاسلام بيضطهد الاخرين، ده الاسلام تطرف، ده ارهاب، ده مفيش سماحة. خلي بالك يا اخوانا عشان المغالطات. طب ايه النتيجة بقى؟ كفل بهذه الوثيقة حرية الرأي لليهود غير المسلمين داخل المدينة، وايه تاني؟ وحرية العقيدة كذلك. خلاص؟ ثم ايه بعد ذلك؟ بين لنا حرمة الأموال سواء كانت للمسلمين أو لغير المسلمين، وحرمة الدماء سواء كانت للمسلمين أو لغير المسلمين في وثيقة المدينة. من الذي كتبها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اخوانا فبيت بعد ذلك جعل ما يحدث بينهم من خلاف مرده الى الله ورسوله. يعني ايه؟ يعني
الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع. ما ينفعش واحد يجي يشرع، اصل احنا كلنا بشر وكل واحد ليها اهواء. انا بشرع تشريع برضه نفسي بظلم غيري، خصمي او غير ذلك. عشان كده بنقول لا، الشريعة هي مصدر رئيسي للتشريع، مش من عند حد، ده والله ده منهج ربنا كده يا اخوانا. والله عز وجل الله لطيفهم بعباده. خلاص فبيت اللي بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى لما وقع عليه الإيذاء من قبل المشركين في غزوة أحد، لما أرادوا قتله، لما أرادوا تصفيته، لما أرادوا اغتياله صلى الله عليه وسلم، والدم يطرق من جسده، واحد الصحابة يقول له يا رسول الله ادعوا عليهم، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا ما بعثت لعانا ولكني داعيا ورحمة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى عسى أن يخرج من أصلابه من يقول لا إله إلا الله، هكذا فعل. مش كده بس يا اخوانا، تعالوا شوف بقى الخليفة أبو بكر الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوجه، بل وهو يودع جيش أسامة، يقول له لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا مسالما ولا شيخا ولا مستأمنا ولا تقتلعوا شجرا ولا تحرقوا نخلا أو غير ذلك. من هذا الصديق؟ ليه؟ تسامح. بل عمر بن الخطاب يوصي قائد جنده لئلا يستخدم أرض وديار غير المسلمين في الحرب حتى لا يروعوا، حتى لا يدخل عليهم الفزع. ايه ده؟ مين ده؟ عمر بن الخطاب. ده اسلام ولا مش اسلام؟ سماحه ولا مش سماحه؟ يا اخوانا عمر كان مسلم ولا لا؟ شوف يا عمر، قبل في الجاهليه هو الذي دفن ابنته. عمر في الجاهليه دفن ابنته بيده وكانت حيه ترزى، ثم بعد ذلك في الاسلام اصبح انسان اذا ذكر عمر ذكر العدل، واذا ذكر العدل ذكر عمر رضي الله عنه.